وموكا، هذا اللي كيقولوا لي موكا البوم باللغة العربية. حصل البارح مسكين دخل على الدجاج، انا ما كنتش باغي نشدو ولكن هو دخل هجم عليا والهاجم كيموت شرع. انا ما قتلته ما والو، دابا انا غير حصلته ودرت له هاد التصوير هذا هاد الفيديو باش نخليه عندي سوفونير باش يعقل عقل عليه مسكين، يمكن تأثر بشي ضريبة ولا شي حاجة. ما كنت كنشدو بالشطابة، وشو المخالب اللي عندو قداش كدير، نشوف المخالب ديالو ودي رجليه، شو المخالب ديال رجليه قداش، شوف بهم كيشد الفريسة ديالو، شو المخالب ديالو قداش، شوف المخلب الاخر ديال الرجلين الاخرين، شوف بحالو بحال النسر، النسر تماما، الرجلين ديال النسر، وجهو تيخلع ما تقدرش تنزل على الدجاجة مسكينة ولا على الفرخ ولا أي حاجة، كيهزو كيهرب بيه. وعاد المقار ديال فمو كيداير تا هو، شوف عاوتاني ما كاينش كيشد الفريسة ما كيزقلهاش، ويتحرك بالليل أكثر من النهار، يتحرك في الليل أكثر من النهار، الخدمة ديالو بالليل، هو عنده الخدمة ديال الليل، تيدير راسو دريويش دابا هو مسكين، فيه النعاس على تقول في بيت سهران، تينعس بنهار هو فعلا، بالليل عاد كيخدم. هذا هو طير ديال البوم موكا، موكا المحكوكة، وانا خرجوه من السجن، ما بغاش يخرج دابا من السجن ديالو. التصويرة ديالو شتيه.